اهلا وسهلا فيكم بدبي هيلز، واليوم راح ناخذكم بجوله على عقارات فاخره فقط. اهلا وسهلا فيكم، اليوم احنا قاعدين بدبي هيلز، راح نتكلم اليوم على واحد من افضل المجتمعات السكنيه الموجوده عندنا بدبي من ناحيه موقع، مساحات، فرص مستثمريه ممكن تيجي تطلع عليها كاستثمار. مثل ما انتم اليوم شايفين، في عندنا كثير من العملاء قاعدين بتطلعوا على هاي الفرص الاستثمارية الموجودة. ليه؟ لأنه واحد من أفضل المجتمعات زي ما حكينا، اللي فيها جولف، أسلوب حياة مميز، خيارات عدة للمستثمرين عشان يستثمروا فيها. إن شاء الله اليوم رح ناخدكم بفرصة وتور داخل ملعب الجولف، رح نيجي نتطلع على الباركوي فيستا فيلل، نتطلع على الجولف وي فيستا فيلل، رح نتطلع على فيلل من مساحات 4500 قدم لغاية 42000 قدم. خلينا نبدأ الجولة سوا. والآن احنا موجودين بالباركوي فيستا فيلل 7 نوم، مساحات تبدأ عندك من 9200 قطعة زي ما انتم شايفين، توصل لغاية 13000 قدم. تصميم عصري مودرن ستايل، والممتاز فيها المساحات واطلاله مميزه على ملعب الجولف زي ما انتم شايفين. عندنا هون نيجي نطلع على الاوبن لاي اوت كيتشن، طبعا زي ما احنا عندنا شايفين. نيجي لمنطقه البرزنتيشن، كنت لما كثير اتواصل مع عملائي يقولوا لي امين المطبخ صغير على 7 نوم، بقولوا لا سيدي العزيز هذا فقط البرزنتيشن. تعالوا معي هون، هذا هو مطبخ الاحلام، نيجي بنحكي له الديرتي كيتشن، وين انت تغلق وبتعرف، لانه عموما بكون للطعام روائح، فانت بحاجه لمنطقه لها خصوصيه، وزائد لك مدخلك لحال بفوت منه الاغراض في غرفه الناني وغرفه الخادمه ونفس الوقت غرفه السائق. واجينا طلعنا احنا عندنا الاوبن لاي اوت، شغله كثير مميزه بالنظام العصري. طلعنا على المطبخ، طلعنا على الديرتي كيتشن، خلينا نيجي نطلع على الغرف فوق. من افضل الشغلات اللي ممكن نيجي نطلع عليها بتصاميم الباركوي والفيروي من اعمار، اللي هي بتعطيك منطقه الخصوصيه. احنا عندنا هون منطقه اللانش للعائله تقعد فيها، ومنفصله عن لو كان عندك الضيوف تحت، وبنفس الوقت في عندنا شغله كثير ممتازه ممكن اورجوك اياها، انه انت مش بحاجه تضلك تنزل على المطبخ تحت، بالعكس انا في عندي هون منطقه ممكن اعملها از سمول كيتشن. من الشغلات اللي انا كثير بحبها بموضوع الباركوي اللي هي مساحات الغرف، في كثير من التصاميم او في كثير من المشاريع بتكون في غرف صغيره وغرف كبيره، لكن الغرف عندنا متساويه. كل الغرف بيجي فيها الدريسنج روم لحال ومن سويت باث روم، زي ما ممكن تيجي تطلع عندنا هنا الدريسنج كامل مصمم لإلك. طالما احنا موجودين بملعب جولف عالمي، فلازم نيجي نحكي كمان على المناطق الخارجيه اللي ممكن تستفيد منها كاسلوب الحياه لإلك. مناطق بلكونه كثير واسعه ممكن تستفيد منها، عندنا منطقه الارض اللي ممكن تبني فيها بركه سباحه، ممكن تعملها مناطق خضراء، وفي عندنا هون ممكن نشوف احنا فيلل اللي هم الكلب فيلاز. الكلب فيلاز كمان موضوع ثاني ممكن نتكلم عليه بحلقه ثانيه. من اجمل الشغلات اللي ساعدتني بدبي هيلز اني اخدم عدد كبير من عملائي اللي هي المساحات. احنا اليوم موجودين ب 42000 قدم شيل اند كو، يعني انت ممكن تعمل التصميم الداخلي اللي بتحبه على ملعب الجولف زي ما انتم شايفين معنا هون. خيارات متعدده لاسلوب حياه وترفيه عالي جدا. بتحب تاخذ قطعه ارض وتبني عليها الفيلا اللي تتناسب معك؟ في عندك خيارات مناسبة ممتازة وإطلالة مباشرة على ملعب الجولف. ومن قلب ملعب الجولف ننهي معكم جولتنا، إن شاء الله تكونوا استفدتوا من المعلومات اللي شاركناها معكم على دبي هيلز. كثير خيارات متعددة، من 4 نوم لسبعة نوم، من 3000 قدم لغاية 42000 قدم. لمزيد من المعلومات ممكن تتواصل معي على الأرقام الظاهرة الآن، وشكرا لكم.